أخواتي وإخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، كيفكم؟ كيف الصحة؟ ماشي الحال؟ نحن اليوم هيدا مشروب بدنا نفرجيكم عليه، ولا أي إنسان قالكن عنه أنه هيدا المشروب مفيد 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 للصحة. يعني هيدا المشروب بمكونات بسيطة، وهيدا مشروب اقتصادي، وأنا جربته بنفسي. أنا عم أشرب منه يوميا، جربته بنفسي، أعطاني الطاقة القوية. يعني بكل صراحة أنا بسوق الدراجة الهوائية، وصار عندي قوة بهيدا، قوة رهيبة رهيبة. وبتعرفوا أنتو كمان، نحنا ببلادنا العربية فعنا مشكلة بصحتنا كليتنا، انه في كتير اشخاص عنا هيدي بتكون وراثية، معهم مشكلة بالكوليسترول. الكوليسترول بيكون معهم لفوق عالي كتير، اذا بيكونوا ضعاف، جسمه بيكون ضعيف او ناصحين، معهم هيدا الجين ديفكت، هيدا بيكون منزوع معهم وراثي. وهيدا المشروب انا بقلكن عنه، هيدا المشروب يا حبيبيتي رح يخفض الكوليسترول المضر عندكم، ال LDL اسمه. بتعرفوا انتم انه بالكوليسترول في ال LDL اسمه، هيدا بيكون المضر، وفي ال HDL هيدا بيكون الجيد، يعني هيدا بيكون ضد ال LDL. وفي عندكم كمان بعد الدهون الثلاثية، وهيدي كمان اسمها بالألماني التكليتسيريدي، هيدي كمان كتير 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 مضرة، بتعمل تصلب بالشرايين. وهيدا المشروب رح يحرق الدهون الثلاثية. هيدا المشروب إذا بتتناولوه دائما رح ينزل الكوليسترول المضر ال LDL، وإذا بتعملوا رياضة رح ترفعوا مستوى الكوليسترول المفيد ال HDL. مستوى الكوليسترول ال HDL ما فيكن ترفعوه هيدا إلا بالرياضة، رياضة المشي، رياضة سواقة الدراجة الهوائية، بالرياضة بترفعه. وهذا المشروب رح يطرد السموم من عندكم، من جسمكم. هذا رح يساعد الكبد عندكم، هذا رح يساعد يخلي مستوى السكر بالدم عندكم عادي، هذا رح ينزل ضغط الدم العالي عندكم، هذا يعني رح يضبط كل الأعضاء الموجودة بالجسم عندكم، رح يضبطها كل زيتها. وهيدا كمان بمكونات بسيطة بسيطة، هيدا رح يحارب كمان. هيدا المشروب عارفين شو بيعمل؟ هيدا المشروب بيعزز البكتيريا المفيدة بالأمعاء. وبتعرفوا انتو بس تتعزز البكتيريا المفيدة بالأمعاء بصير عندكم مناعة قوية. وهيدا المشروب ما حدا قالكن عنه، لأنه بتعرفوا انتو اذا بدهم يقولوا لكم عنه لهيدا المشروب، هدول رح يكونوا خسرانين، لانه ما عادش تشتروا ادويه، والادويه اللي بيبيعوكم اياها اسعارها كتير غاليه، وهن بيستفيدوا منها. وهيدا المشروب بيعطيكم الخليه الجديده، بيعزز الدوره الدمويه، بيقيمل السموم، ضد الكوليسترول، ضد الالتهابات، و و و و هيدا اهم شيء. انه شو هو هيدا؟ خل التفاح. ما حدا بيصدق هالشيء، بتصدقوني صدقوني، ما بتصدقوني ما تصدقوني، انا مع قناة سليم ما بتعطيكم الا المشروب والنصائح المفيدة لكم. خل التفاح. تاني مكون هو الكركم، سبحان الله الكركم. ثالث مكون هو، اذا بدكم تتناول الكركم يا حبيبيتي يا اخواني، بدكم تحطوا له بهار اسود، دائما بهار اسود تحطه مع الكركم، بصير هذه المادة الكركمين الموجودة بالكركم بصير فعالة وقوية كتير. وبعدين بتحطوا له عسل، والمكون هراك الماي. يعني انا اسا هون غليت ماي، غالية ماي سخنة، حط هون ماي. انا هيدا المشروب يا حبيبيتي بشربه عند الصبحيات على الريق، واشربه كمان قبل النوم. ولكن مهم انه تكون المعدة عندكم، ما عندكم مشاكل بالمعدة، هيدا كمان شيء بدكم تنتبهوا له كتير. انا حطيت هون هيدي فيها 200 مليلتر ماي، بحط عليها، ما تكتروا كتير يا حبيبتي، بتحط فوقهم ملعقة كبيرة
خل تفاح، بتجيبوا خل التفاح ادفعوا شوي حقه فلوس، ادفعوا شوية فلوس اكتر. سو ما لقيت خل التفاح، بتحطوا هون فوقه رشة، حتى انا فرجي هجيب ملعقة صغيرة وفرجيكم عليها قد ايه. شايفين هالقد يعني نص ملعقة صغيرة من الكركم، شايفين؟ حطهم هون، بتخلطوهم، بتحطوا فوقهم رشة بهار اسود، شايفين؟ حطوها هون فوق، بتخلطوها، بتحطوا فوقه العسل. وهيدا هو المشروب، بحط له بعد شوية ماء حتى تصيروا كمان 200 ملليلتر. وهيدا المشروب بتشربوه يوميا بماء سخن قبل النوم، وبتشربوه عند الصبحيات على الريق، وهيدا رح ينزل الوزن عندكم، يحرق دهون الكرش ويصل السموم مثل ما انا قلت لكم. اعملوا مثله لهيدا، نحن ما منا منكم شيء، منا منكم انه تدعوا لنا بالتوفيق والصحة، بصحتكم. مشروب رهيب رهيب رهيب، اعملوا مثله، بارك الله بكم، الله معكم ومع السلامة، نتمنى لكم الشفاء والصحة والعافية، والله معكم ومع السلامة، باي باي.